السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. امبارح أنا نزلت قصة القناة. المهم يا جماعة، وعدكم امبارح إن أنا بإذن الله لو لينا عمر يعني كل يوم هننزل قصة، ولكن لو جيت في يوم ما نزلتش قصة يبقى عد ظروف. المهم يا اخباركم، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. وقصة النهاردة يا جماعة عن الصدقة. ممكن انت كلمة الصدقة دي تستغربها شوية، بس لو خدت القصة لحد الاخر او سمعت القصة لحد الاخر هتفهم ايه الصدقة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. تمام. المهم يا جماعة، كان هناك امرأة كتب الله لها أن تصاب بمرض السرطان، والعياذ بالله. أنت عارفين مرض السرطان يا جماعة ده مرض شديد، وربنا يبعد عنينا وعن جميع الأمة الإسلامية وعن أي حد يا جماعة، مش لازم يعني الأمة الإسلامية، أي بني آدم ربنا يبعد عنه مرض السرطان. وفور علم المرأة بذلك فقالت الحمد لله، وكانت هذه المرأة راضية بقضاء الله وقدره. ماشي. وبعد ذهابها إلى الطبيب نصحها الطبيب بأن تخضع لجلسات العلاج الكيميائي في البداية. في البداية يعني قال لها لازم تعملي علاج كيميائي. تمام. لعل هذا المرض الخبيث يقل تدريجيا حتى يختفي. وبعد مرور عدة جلسات علاجية وبعد إجراء الفحوصات وجد الطبيب أن المرض ما زال موجود، يعني برضو ما خفش، وإنما قال بنسبة ضئيلة جدا، وأن هناك حاجة ماسة لإجراء عملية جراحية من أجل التخلص من هذا المرض. تمام. لأجل التخلص من هذا المرض الذي قد تكون نهايته هو الموت، يعني هو ممكن يكون نهاية المرأة دي الموت، بالذات المرض بتاع السرطان لأي حد يعني. المهم، قرر الطبيب أن تتم العملية الجراحية خلال 5 أيام، يعني 5 أيام. ماشي. وخلال عودة هذه المرأة إلى منزلها وجدت في طريقها طفل صغير. شوفوا يعني النتيجة هتجي في الطفل ده. فوجدت في طريقها طفل صغير يطلب الطعام من المارة، فحزنت هذه المرأة لما رأته، وذهبت إلى الطفل وقالت له ماذا بك أيها الصغير، هل أنت تائه؟ قالت له إيه يعني أنت تائه من أسرتك من الأسرة بتاعتك؟ فقال لها الطفل لقد توفي والدي منذ بضعة أيام ونفذ منا الطعام، يعني خلص الطعام، وأنا أحتاج إلى المال لكي أطعم أمي وإخوتي وأحضر الدواء لأمي. يا ده حتى أمه تعبانة، ولكني لم أتمكن من العثور على فرصة عمل بسبب صغر سني، فقررت أن أطلب المساعدة من الآخرين. وهنا بدأت عيني المرأة تتساقط منها الدموع، وقامت بضم الصغير إليها. يعني قامت تبكي وحضنت الولد الصغير إلى حضنها. سألت المرأة الصبي الصغير عن مكان منزله، فأخذها الصبي إلى بيته. ولما وصل دخلت هذه المرأة المنزل
وجدت أسرة الصبي في حالة سيئة جدا، ولا يوجد طعام في المنزل، كما أن الحالة الصحية لوالدة الصبي بدأت في التدهور بسبب عدم توفر الدواء الخاص بها. يعني هي تعبانة ومش لاقي علاج، فلازم يا جماعة صحتها تتدهور. ماشي؟ وهنا قالت المرأة للصبي: انتظر قليلا سأأتي إليك بسرعة. وراحت ذهبت إلى المتجر واشترت الكثير من الطعام، وبعدها ذهبت إلى الصيدلية وأحضرت كمية كبيرة من الدواء الذي تحتاج إليه والدة الصبي. ليه؟ لأنها هي حاسة بالمرض، ما هي عندها سرطان. يعني سبحان الله، يعني قال الصحة كنز فوق رؤوس الأصحاء، ما بيعرفهاش غير إن إيه، إن مرض أو تعب أو جاله مرض خبيث. بيعرف إن هو كان في نعمة ربنا كرمه بيها وما صنهاش. ماشي؟ وعادت إلى منزل الصبي. الحمد لله، شكلي خدت برد يا جماعة. وعادت إلى منزل الصبي، وعند عودتها إلى منزل الصبي قامت بتحضير الطعام، وأعطت الوالدة الصبي، وأعطت والدة الصبي يعني أم الود دوائها. تمام. المهم يا جماعة إيه، راحت أسرة الصبي، راحت شكرت أسرة الصبي هذه المرأة على كل ما فعلتها ما فعلته. وبعدها عادت المرأة إلى منزلها وحكت القصة لبنتها، البنتها يعني، بما حدث. وقالت حينها: والله إني أشعر بسعادة كبيرة يا ابنتي العزيزة. فالتصدق على الفقراء من الأفعال التي يجب أن نلتزم بها، وعليك يا ابنتي أن تكثري من إخراج الصدقات ابتغاء وجه الله. ده المرة اللي كان عندها، اللي عندها سرطان، بتنصح بنتها ابتغاء وجه الله عز وجل حتى يكافئنا الله بالحسنات. يعني بتتصدق مش عشان الناس تقول دي كريمة، أو بتتصدق عشان الناس تقول دي بتتصدق عشان الناس تشوف على هيئة تانية عشان كذا عشان كذا، وإنما كانت تتصدق ابتغاء وجه الله. تمام؟ حتى يكافئنا الله بالحسنات ويدخلنا الجنة يوم القيامة. وظلت هذه المرأة تذهب لزيارة الصبي كل يوم لتطمئن عليه. وعندما علمت والدة الصبي بمرض هذه المرأة أخذت تدعو لها كثيرا. يعني أم الود اللي أبوه متوفي، أول ما عرفت إن المرأة دي عندها سرطان والعياذ بالله، قامت تدعي لها، يعني إن إيه، تدعي لها دعاء كثير بالشفاء. وبعد مرور الفترة المتفق عليها من الطبيب عادت المرأة إلى المستشفى لتجري العملية. هنا يا جماعة المفاجأة، النقطة دي هي اللي فيها المفاجأة، فيها إيه، أثار الصدقة. فقام الطبيب بإجراء الفحوصات الأخيرة التي تسبق العملية، ما هي لازم يتعمل لها فحوصات قبل العملية. تمام تمام. وبينما كانت المرأة تستعد لدخول غرفة العمليات، إيه اللي حصل؟ أتى إليها الطبيب وهو يبتسم فرحان، يعني فرح، وقال لها: ليس هناك حاجة لأي عملية جراحية. إزاي يا دكتور؟ قالها: ما فيش ولا حاجة
عندك وسوف تغادرين المستشفى اليوم. سبحانك يا رب، سبحان من يقول للشيء كن فيكون. على الرغم من أن السعادة كانت ظاهرة على وجه المرأة، إلا أنها أيضا كانت تشعر بالدهشة. يعني إزاي؟ يعني هي كانت عندها سرطان وفجأة كل حاجة اختفت. سبحان الله، دي أثار الصدقة يا جماعة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. على الرغم من أن السعادة كانت ظاهرة على وجه المرأة، إلا أنها أيضا كانت تشعر بالدهشة. وهنا أخبرها الطبيب بأنه لا يوجد أي أثر لمرض السرطان وأنها شفيت بالكامل. المهم المرأة اشتغلت هي، شكرا لك يا الله لقد قابلت دعواتي، وشكرا لك أيها الطبيب على كل ما قدمته لي. ماشي. وحينها أدركت المرأة أن كثرة الصداقات ترفع البلاء مهما كان كبيرا. يعني يا جماعة، يعني الصدقة ترفع البلاء مهما كان كبير. يعني واحدة عندها سرطان، سبحان الله، عشان خاطر الصدقة، ماشي، ربنا رفع عني هالبلاء. ماشي. يعني الصدقة تطفئ الخطيئة. فيا جماعة، الحاجة الوحيدة اللي احنا ما نعرفوش حسناتها ازاي، يعني اللي هي الصدقة. بس مش يا جماعة انت تتصدق قدام فلان عشان يقول لك ده بيتصدق، او قدام كذا عشان كذا او كذا او كذا. لا، فالصدقة انت لازم تطلعها لوجه الله. صح ولا مش صح؟ لازم لوجه الله، مش عشان ابو حمزة او ابو بلال يشوفك والله الرجل ده كريم، والله الرجل ده بيتصدق. لا، ده مش هتبقى حسن، ده هتبقى سيئة. تمام. ويا جماعة والله معلش أنا طولت عليكم، ولكن هي قصة ممتعة، سبحان الله. وما تنسوش يا جماعة، اللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي مش عاوز يشترك برضو على راسنا من فوق. ماشي. وما تنسوش تعملوا لايك للقناة وتفعلوا الجرس، وبرضو حتشتركوا، يعني حتشتركوا. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.